مستمرين معكم مشاهدينا وفقرتنا الصباحية السابتة مع المعالجة النفسية ريما دروبة ومهضوم جديد موضوع جديد المفروض مهضوم نكون معنا اليوم. صباح الخير ريما، يعني حتى خدنا بالحب كرمال هيك. بدك تقولي موضوع مهضوم لأن صح، هو عن جد مهضوم. حق علي تمارا، أنا فاتي عم قلك موضوع مهضوم كتير. موضوعنا اليوم مدام ريما عن الحب، مش بس عن الحب، كيف نقدر نعرف إذا الشخص التاني بيحبنا أو لا. أو لا، انا بدي خب بدي اترك الكلمه لإليك لانه اكيد في كتار ضايعين ومش عارفين، فبدك تحسمين لنا الموضوع. وتمارا شوفي، لانه دائما مثلا كيف بعرف انه بحبني؟ دائما دائما بينسال هالسؤال، وبناء على هالشيء حبينا نعمل الحلقه. عرفتي؟ فبس بدي ضوي على شغله قبل ما بلش اقول لهم للرجال وللنسوان، ما يفكروا في، بس اعطي رمارك للمراه، ما يتاخدوا بقى بالامور اللي بنسمعها، اذا اطلع فيي وشايف شعري يعني بحبك، اذا جاب لك ورده، اذا جاب لك هديه يعني بحبك، اذا تذكر عيد ميلادك يعني بحبك، او اذا شايف قصه شعرك او تامل ثيابك يعني بحبك. هولي كلهم بليز تفاصيل، بدي اقول لهم، ما بدي اقول بلا طعمه، بس انه بما يشبه هالكلمه، ما بأكدوا، لانه ما بياكدوا، ممكن يمثلون الرجل. نعم. ممكن كتير يعمل حاله مهتم بهيدي القصه، بس مش هن الاساسيات، فبليز ما نركز عليهم لانه هول سطحيات بدي اقولهم. نعم. اوكي، فمش هيك رح بلش. لي عزيزتي المراه، نعم، بدي اقول لها انه كيف بتعرف إذا عن جد الرجال بحبها، أوكي؟ أول شغلة بدي أقولها إنه لما ما بمل من مشاكلها. نعم. هيدي نقطة كتير مهمة، المرة أوقات ما بتنتبه لها وبتتاخد إنه لا جاب لي كادو أو تذكر عيد، لا، هي أهم بكتير. نعم. إنه ما بمل من مشاكلك، إن كان مشاكلها معه لما بتخانقوا بضل مصر بده اياها، وبضل مصر على العيش معه او على علاقته معه، او عن مشاكلها مع غيره، مع قرايبها، مع قرايبها، مع جيرانها، مشاكلها بالحياه، مع اولادها. نعم. كل المشاكل لما ما بيمل من مشاكلك يعني هو هالقد بحبك. نعم. اوكي، تاني شغله كتير مهضومه ولازم ينتبهوا لها، لما بيعاتبها بس بيسامحها، يعني بيعاتبها يمكن على ادق التفاصيل او اقل التفاصيل، وبخانقها وبيشارعها، ليه لبستي هيك؟ ليه عملتي هيك؟ او ليه تصرفتي هيك؟ او اي شغله ممكن تصير مشكل بيناتهم، انما بتلاقيه تلقائيا هو مسامحها، انما بس عم بخنقها، عم بيعاتبها. نعم. وهيدا اجمل ما في الرجل تيعبر عن محبته، انه انا عم عاتبك. حب. شو العتب على قد المحبه. نعم. صح، مزبوط، بس بسامح، مش بيعاتب وبيبرم ظهره وبفل. فاذا المسامحه هون مع العتاب هو اجمل ما بياكد انه الرجل قد ايه بحب المراه. نعم. ثالث نقطه، لما بيدافع عنا قبل ما هي حتى تطلب انه يدافع عنها، اذا كانوا باي مطرح حدا وجه لها اساءه او كلمه، او حس انه هي مثلا عم تحكي مع حدا على التليفون وعصبت صار مشكل، او مع اولادها، لما اولادها مثلا واحد من اولادها بيوجه لها كلمه مش حلوه وهو بيدافع عنها، بفهم ابنه او بيدافع اذا كانوا بمطرح عام. نعم. انه حدا وجه لها اساءه، بيدافع عنها قبل ما هي حتى تتلفظ، هون كمان قديش بحبها. نعم. حتى ياخذ هو هالخطوه دغري. تأكدي تمارا اذا ما بحبها ولا بيتصرف هو ابدا، بكون ولا بكون قاعد. نعم. هيك. رابع شغله، لما بيشجعها على اي شيء هي بتحبه بتلاقيه فرحان معها، حتى يعني مبسوط بالشيء لانه هي مبسوطه، يعني بيقولوا مبسوط على بسطه، على بسطه، إذا كانت عم تعمل أي شيء، إن كان أكتيفيتي، إن كان مع أصحابها، إن كان بالبيت، إن كان ما بعرف أي شيء، يعني بتلاقيه فرحان لفرحها، أو بدها تتعلم، أو بدها تعمل أي شيء، وبيشجعها. ليه؟ لأنه بده إياها تكون فرحانة، يعني تشجيعه لها بأي شيء، هذا المختصر هو دليل على حبه
لا. خامس شغلة، لما بيتأثر الرجل بزعل مرته منه هو، يعني لما بيتشارعوا على شيء بلاقيها دايما النسوان معروفين بيبرموا خلقتهم هو بيقعدوا يرضوا، فبيتأثر بزعلها. والمرة عندها شغلة انه دايما بتقاصص الرجل انه ما بدها تحكي معه، او بتضلها زعلانة منه. فلما بيتأثر بزعلها منه، يعني هو هالقد بحبها وبصير يبرم حواليها تيرضيها. والاجمل والاجمل انه لما اذا هي هيك لما بترضى بتلاقيه، اذا مرقت له ابتسامه صغيره بتلاقيه قلبه فرفش ودغري بضلى بضحكه. وهون بدل قد ايه عن جد هو بحبها. هولي اهم خمس اشياء انا اختصرتهم، اوكي؟ فبليز ما نركز على تطلع فيي وما تطلع فيي وجاب لي ورده وجاب لي هديه. سطحيين. هول سطحيين فينا نمثل فيهم فعلا، انما المشاعر، انا كل اللي حكيتهم هول خمسه تمارا مبنيين على المشاعر. المشاعر ما فينا نمثل فيها. فينا نمثل لوقت معين بعدين بنوقف. بدي مرق شغله بس ملاحظه. كتير هلا نسوان بيقولوا لي ليش قبل الزواج او قبل الخطبه او اول ما تعرفنا اول علاقتنا كان دائما يجيب لي ويهتم فيي وين سعيد ميلادي؟ بدي اقول لهم لان هيدا طبعنا نحن كبشر، ان كنت انت وان كان هو بنتغير. الرجال عنده بحب الصيد اول العلاقه، بيعمل كل هالشيء لان عنده لذه عم يتصيد. بعدين بيتغير طبعه، بس مش معناته اذا تغير طبعه يعني هو صار مش منيح او بطل يحبك. نحن كلنا اذا بنراقب نفسنا كلنا بنتغير. اوكي. هلا للرجل كيف بيعرف انه المراه بتحبه؟ صاحبته او شريكه حياته او خطيبته، كيف بيعرف؟ كيف بيعرف قولك تمارا؟ بدنا نعرف منك كلنا سمع. اوكي. اول شغله هيدي مشهوره. اول اكبر 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 كذبه عند المراه لما بترفض تصالحه ولما بتقول له ما بدي اياك. اوكي. هيدي اكبر كذبه عند المراه عزيزي الرجل، انه المراه بتحب دائما تستفز جوزها او صاحبها او خطيبها او حد، اي حدا على علاقه معه، بتحب تستفزه اذا تتعرف قد ايه بحبها. يعني بتصير انه لنقول صار في مشكل ما بدها ترضيه، بيقتل حاله تيرضيها وهي بيرمي واقفه ما بدها ترضيه ومعندي يعني انه ما بدها ترضيه. فهيدا لان هالقد بتحبه، فشو معناتها؟ معناتها بدها تشوف قد ايه هو عن جد بحبها. اختبار. اختبار وبتعمل له فخ، وخاصة عند النساء انه طلقني دغري الكلمة انا ما بدي اياك طلقني. اكبر كذبة بيوقع فيها الرجل وعن جد بيصدقها. فهيدي اليوم ما بعرف اذا فضحت القصة، فما يصدقوا هالقصص دغري. اوكي. هيدولي بس اختبار للرجل تيشوفوا قد ايه هو عن جد معلق فيها لانه هالقد بتحبه. تاني شغلة، لما بتلاحقوا بتفاصيل صغيرة وبتضل ورا، اوكي، وبدها هول التفاصيل، هو هيدول التفاصيل بيكرهها الرجل، التفاصيل الصغيرة أو الكبيرة حتى الرجل ما بحب يحكي ويفصل. هي بتضل ورا إنه شو عملت اليوم؟ ووين رحت؟ وطيب وشو تغديت؟ ومع مين حكيت؟ وشو قلت له لهيدا؟ وشو قال لك؟ بتحب التفاصيل. ولما بخبرها خبريه بتنقي يعني النقطه والفاصله بدها تسال عنهم. هيدول الرجل ما بحبهم، وشو يعني بصير ينفر منهم لانه هو طبعه غير نهائيا عن طبع المراه. مشان هيك اللي بهون اللي عم وضحها هالقد بتحبك. لانه تاكد المراه اللي ما بتسال عن هول التفاصيل تكون اخر همها، يعني اخر همها وما بتحبك. فما كثير تنفر عزيز الرجل من هول الامور. بالعكس. اي بالعكس تمسك فيهم. ثالث شغله، لما بتغار وبالاخص لما تكبت غيرتها بس ببين عليها الا ما يبين عليها. وفي رجال بصيروا يقولوا طيب انت ما بتغاري؟ طب ما عينالك شيء انه مثلا حدا حكاني؟ مش مزبوط، بتغار وبحس بعيونها. اوكي. هون بدنا نشوف شطاره الرجل. هيدي الغيره المكبوته ما يصدقوها، هيدي غيره بتكون لانها قد بتحبه
فهي هالقد هالمشاعر عم بتأذيها فبتكبتها. نعم اوكي بتكبتها مش قادره تطلع. يعني ما يصدقوا الرجال كل شيء ظاهري، في غيره باطنيه موجوده. نعم اوكي. رابع شغله، لما بتتحول المراه لام مع شريكها بتصير امه وبتصير بدها تدقق باشياء، هون الرجل بيفتكرها لهيدي الاشياء انه هو انه هي مستهينه فيه. نعم. انه هي ما بتوثق بذكاء. نعم. لانه بتصير بدها تفوت المراه هون تاخذ دور كام، وبتصير بدها تفوت بشغله انه شو عملت بشغلك، هيدي الشغله قد ايه دفعت فيها، وهون شو صار معك، بتصير بدها تدقق بتفاصيل الشغل هي من محبتها له. نعم. انما هو شو بحس؟ بحس انه هل قد انت ما بتوثقي فيني؟ نعم. هل قد شايفتيني انه انا ماشي يعني وانه انت بتعرفي اكثر مني؟ هي مش هيدا اللي قصدها توصل له، انما هي قصدها انه انا هل قد بحبك، هل قد عم بعمل لك مثل غطا، غطا الام، كيف نعم. الام بتحضن اولادها؟ العناية بتتحول لام معه، فكمان ما يقعوا بهالفخ لا بس لانه المراه هل قد بتحبك. نعم. خامس شغلة، لما بدها اياه هي هون بالمقابل، يعني كيف هي بتراقب تفاصيله، لانه هي طبعها هيك على قد ما بتحبه بدها هو بالمقابل يراقب كل تفاصيلها. نعم. وهول الاشياء الرجل بيكرههم. نعم. لانه ما بيعنوله، يعني اعتبره ظاهر هو ومرته، مرته مشيكه وحلوه بيطلع شايفها حلوه مرتبه، ما بيعبر، خلص شايفها بسط بداخله. نعم. ما بيعبر، هي بدها اياه يعبر بكلام، ما قلت لي انه تيابي حلوين، ما قلت لي انه شعري حلو، مش عجبتك انا في هونيك شفتك عم تطلع بوحده، ليه ما طلعت فيا انا هالتطليعه؟ دائما بيطلعوا هول تساؤلات دائما. فمشان هيك هون هيدول الاشياء لما بتطالبك فيهم لانه هي هالقد بتحبك ما تستهون بهيدول الامور. نعم. فهيدول الاشياء انا حاولت اختصر تمارا خمسه بخمسه، هلا في كثير غير اشياء انما حاولت. عند النساء مدام ليه ما في شيء زايد اللي هو النكد، هو النكد تبع دليل لحب ومحبه ما ذكرتيها. النكد هو ليك النكد تمارا بيدخل، يعني شفتي هول الخمس اشياء اللي قلتهم عن المراه كيف تتحول لام. نعم. كيف تتحول بدها التفاصيل، كيف بتصير انه بدها تعرف وتدقق بالاشياء. من وين بيجي النكد؟ النكد بيجي لما بتنصد هي بهول الامور. يعني لما انا بدي اعرف تفاصيله وهو لان مش فهمين انه انا بحب عم بعملهم بصدني. نعم. لما انا بتحول لام حتى مثلا بدي اعرف شو اكل، طيبين مش طيبين، شو بتحب اعمل لك، شو بزد لك، وبتلاقيها عم تطبخ له من قلبها، لما بتنصد هون بيتحول لنكد. نعم. ليه؟ لانه تمارا هون المراه هيدول اشياء نحن منقول تفاصيل ومنقول انه تحولت لام وبدها تتحول انه بدها تعرف الاشياء البسيطه وكثير سطحيه، او بتفكر حالها انه هي عم تحمي، هول كله بيدخلوا بمشاعرها. نعم. مشان هيك لما مشاعرها للمراه بتنهز اوكي وبتنصد هيدول كله بيتحول لنكد. تخيل انه انا عم بكسرك بمشاعرك بدك تنكدي. نعم. ما نحن اساسنا كله مبني على المشاعر. نعم. فبدك تنكدي غصبا عنك بدك تنكدي. هون اكيد بيطرح موضوع مدام ريما قديش اهميه التواصل بين الثنائي. صح. قديش مهم، قديش مهم يكونوا عم يعبروا وياخذوا ويعطوا، لانه مثل ما ذكرت محبة فيه بتحب تكون عم تعرف تفاصيله. صح. هو قديش بفكر انه هي ما واثقه فيه، او حتى. صح. ممكن عم بتكون عندها حشريه تعرف اكثر. هون لما قلت قد ايه التواصل مهم بنوقع بفخ ثاني. نعم. اللي هو انه الرجل ما بحب التواصل. نعم. ما بحب الحوار، الرجل بيكتفي انه كيف قلت لك شايفه حلوه طلع اكتفى، سرق نظره اكتفى، شايفه بحس من جواته بفخر، انما ما بيعبر لها عن هالشيء انه انا فخور فيك انه انت مرتبه وحلوه وست بيت والى اخره. هون بس الرجل ما بحب يحكي.
هلا بنرجع بنوقع تمارا انه طب ليش قبل كان يحكي؟ نعم صحيح، هذا دائما دائما بنسمعه مدام ريما، قلنا لانه ليش قبل كان يتذكر، ليش قبل كان يحكي؟ لانه قلنا قبل كانت هيدي عده الصيد، الرجل صياد ماهر بحب يتصيد. هلا في نسوان بدهم يقولوا لي طب ليش انا ما تغيرت؟ ليش انا بعدني مثل ما انا؟ لانه المراه هي اساس علاقتها مع الاخر مشاعرها. نعم. مش مثل الرجل، الرجل كتير بشغل عقله، هي ما بتشغل إلا جواتها. نعم. إلا مشاعرها. نعم. مشان هيك هي مشاعرها لما بيصيروا ينصدوا بينقلبوا لنكد مثل ما قلت، إنما هي مشاعرها ما بتتغير لأنه بتحب إنه تبقى حتى بفترة الزواج عايشة هيدي المشاعر. نعم. إنما حقيقة على الأرض بدهم يختفوا بمطرح، لأنه الرجل ما بحب هيدي المشاعر. يعني مش ما بحب، ما بيعبر عنها. بس انتبهي بين قوسين في كتير رجال رومانسيين. صحيح. وفي كتير نسوان مش رومانسيين. أكيد. أكيد. في كتير رجال بهمهم تفاصيل وبيدققوا. صحيح. مزبوط. بس احنا عم نحكي بالعمومية. مزبوط. بشكل عام أكيد فتينا أكتر كيف بنعرف تصرفات أو كيف بعرف إذا بتحبني. أنا بدي أشكرك دايما على النصايح المهضومة والطريقة السلسلة بتقدمين لي هون. مرسي تمارا. شكرا لحضورك معنا اليوم. مرسي. مشاهدينا نحن مستمرين معكم فاصل صغير ونرجع.